سامي العدل الله يرحمه اول مره الاقيه عايز يتفرج على حاجه ليا، فبيقول لي ممكن تعزميني فانا الرئيس. فقلت له انت محتاج عزومه يعني يا سامي؟ قام قال لي لا يعني اعملي حسابك ان انا جاي شوفي امتى. فضل يزن عليا وانا مستغربه جدا كانه كان عارف ان هو يعني هيمشي يعني يسيبنا وكده يعني. فالمهم جبته، جه بقى المسرح، وبعدين انا بعمل مشهد تراجيدي كده، هي الدور انا ام سامح، ففي جزء كوميدي وفي جزء بقى في مشهد تراجيدي كده. فهو قاعد طبعا في اول صف، هو كان صعب يكمل المسرحيه اصلا، ما يقدرش يقعد. فوجئت انه كملها لحد الاخر. وفي المشهد ده بقى لقيت صوته وانا بقى خلاص الناس بتسقف، فسمعته في وسط السقف اللي بيسقف جامد، برافو يا ناديه برافو. فاستغربت جدا، لقيته قال جمله موتتني، كنت هضحك خلاص يعني. لقيته بيقول لي كان فين الحنيه دي من زمان. والله حسيت ان دي جمله بتتقال ده وسط الناس كده والله مع الفضايح دي.